اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان. احنا معاكم من اسكندريه النهارده في منزل حسين الذي لقي مصرعه اثناء عودته من عمله ليلا. معانا اسرته تروي لنا التفاصيل. عرفينا بنفسك يا حاج. انا ام. ايه اللي حصل؟ الساعه 3 بالليل يا ابني جالنا تليفون. ابوه كان صاحي وراح مسك التليفون وقال له ايوه جالي على تليفوني انا، يعني ردنا على تليفوني. قال له ابنك عمل حادثة في عزبة محسن. قلت له في ايه يا عصام؟ قال لي اسكتي اسكتي الولد عامل حادثة. قلت له لا ابني مات ابني مات. وقعدت اصوت قعدت اصوت على ابني. وبعد كده جاني تليفون تاني قالوا الاسعاف شالت ابني وديته على قوم الدك. ابنك مات. ده نور عيني ابني جايب نور عيني. كلمة طيبة. ربنا يرحمه. القلب الأبيض. قولي يا أمي ربنا يسترك يا أمه. حبيبي حبيبي يا ابني ربنا يرحمه ويسامحه. ربنا يرحمه ويسامحه يا ابني. والله بقرأ له القرآن الصبح وبالليل قبل ما أنام وأقوم من النوم. في ميعاد ما بيكلمني يقول لي يا أما أنا رايح الشغل أقرأ له، وفي ميعاد ما أنام أنا أروح بقرأ له تاني بالليل. وطول النهار قاعد أقول يا حسين يا حسين حبيبي حسين ابني حسين الله يرحمه ويسامحه. اخر مره قبل الحادثه كلمك امتى؟ اليوم الثلاث يوم الثلاث. قلت له يا حسين روح يا اخويا مع اخوك عشان عايزه تضمن. قال لي ماشي يوم هروح حاضر اللي انت عايزاه. واتصلوا ببعضهم الخوات وقال له انت ما تنفعش عشان عنوانك مش على عنوان بيتنا. عنده اولاد؟ عنده ثلاثه. عنده بلال وبدر وباسم. بلال عنده 9 سنين وبدر عنده 7 سنين ونص وباسم عنده 2 ونص. في الأزهر الاتنين الكبار في الأزهر. عرفنا بحضرتك. أنا اسمي عصام بشلون أبو المطار. إيه اللي حصل؟ أنا جالي تليفون بالليل بعد صلاة الفجر كده وقبل صلاة الفجر قبل ما ناداني من ابني في الوسطاني. قال لي ابنك عمل حادثة في عزبة مصر. لبسته قبل ما انزل كان ابني صغير اتصل بيا وقال لي ابنك مات يا ابني. نزلت بقى في الشارع أجري رحت مكان الحادثة لقيت الأسعاف شريته وظبطه وقفه وخلاص والله يرحمه مات. وأنا طالب من العدالة حق ابني مش طالب أكتر من كده. هو كان شخصية طيبة وكان إنسان محترم ولسانه بينزل سكر ومحبوب على مستوى الدنيا كلها. وأنا مش طالب إلا حق ابني. عنده 3 عيال شغال ليل ونهار. الله يرحمه ويحسن إليه ويسامحه. عرفنا بيك. أنا مصطفى بن عم المحمود. إيه اللي حصل يوم الحادثة؟ جالي تليفون من زميله في الشغل قال لي حسين اتوفى. فحاولت ان انا اوصل لمكان الحادثه ما كانوا اخدوا الجثه. طبعا الاسعاف كانت شريته وراحوا على الاسم واخدوا المستهتر دوت. برده كان تحت تاثير المخدر وتحت تاثير السكر. برده نفسك. انا عزت اخو حسين المتوفى. قول لنا ايه التفاصيل الواقعه. تفاصيل الواقعه انا كنت في البيت عندي لسه مروح فجالي تليفون اخوك عمل حادثه تمام. فاخدت بعضي خدت بعضي ونزلت مشيت على طول ما اتأخرتش يعني. كنت على الصحراوي جالي تليفون تاني اخويا اتوفى. فانا طبعا جريت بالعربيه ازيد فرحت وصلت هناك لقيت ظباط المباحث ولقيت الناس ملمومه ولقيت حسين مغطينه وكان الاسعاف موجوده. فانا لما وصلت هناك رجله اتهزت يعني الروح طلعت بس هو كان ميت خالص. فالظابط قال لي انت اخويا؟ قلت له اه. فراح جاي ايه خدنا ان احنا نطلع على الاسم. الاسعاف شريته وطلعنا على الاسم عملنا المحضر.
وبعد كده تأخروا على المسرحية.